بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام عليكم إخواني المتابعين، سلام عليكم إخواني الموالين لمولاي أمير المؤمنين ولأبنائه الطاهرين والموالين لمولاي وسيدي صاحب الأمر والزمان صلوات الله عليهم أجمعين، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. حياكم الله إخواني المؤمنين. هذه الحلقة الثالثة أو المقطع الثالث الذي نستجيب لطلب بعض إخواني المؤمنين وإلحاحهم للحديث عن الطائفة أو المدرسة الشيخية، حيث كان السؤال: ما هو الفرق بين المدرسة الشيخية والمدرسة الإخبارية؟ وأنا أضفت طبعا للتوضيح حتى نبين ما هو فرق المدرسة الشيخية عن المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية. فلا أريد أن أطيل بكم المقام، ولا أريد أن أطيل هذه الحلقة، ولكن أريد أن أجعل هذه الحلقة هي الخاتمة بخصوص هذا الموضوع، وإن طالت عليكم أو ستطول فأرجو منكم المعذرة. على أي حال، ذكرنا في الحلقة الماضية بأن الشيخ الإحسائي في طريقته التي انفرد بها هو الاهتمام بأحاديث أهل البيت والاهتمام بالنصوص الواردة في زيارة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبالذات تقريبا أفضل نص وهو الزيارة الجامعة الكبيرة، النص الوارد عن إمامنا الهادي لزيارة كل الأئمة 14 عليهم أفضل الصلاة والسلام. وشرحها هذا امتياز الشيخ الإحسائي، شرح هذه الزيارة شرحا روائيا وشرحا معنويا وشرح عميق امتاز به عن سائر الفقهاء الذين سبقوه، وحتى تقريبا الذين خلفوه الذين جاءوا من بعده. لم يصنف أحد تقريبا شرح لزيارة الجامعة الكبيرة كهذا الشرح الذي شرحه الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليه، معتمدا على روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكل من يقرأ هذا الشرح أو يستمع عليه أو يشرح له من أهل الولاء يستأنس لسماع أو لقراءة هذا الشرح، وتطرب له النفوس لما يسمع من آيات ولا أي عبارات ولا أي بحق أهل البيت وعميقة. وطبعا هذه هي أبرز صفة موجودة، ما هي؟ التعمق في فضائل أهل البيت، التعمق في الحديث عن أهل البيت، في شرح كلام أهل البيت. تقريبا نستطيع أن نقول أبرز صفة امتاز بها الشيخ الإحسائي وتلامذته وأتباعه. ذكرت لكم مقطع في الحلقة الماضية من كتابه شرح زيارة الجامعة، شرح هذا المقطع السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، شرح بحسب روايات أهل البيت، لطيف كان. ولكن مع هذا، لأنه الشيخ الإحسائي هناك تجري بعض الدماء الأصولية في عروقه، فتنبض بعض الأحيان حتى في شرح الروايات وشرح كلام أهل البيت تنبض العبارات الأصولية التي منها أشرت إليها في الحلقة الماضية عندما كان يبين معنى أهل وأهل البيت. قال: لا يختص، في حالة يقول لا يختص السلام على أهل البيت خاصة، ربما المراد أيضا أشياعهم الخواص أو الخلص من أشياعهم. واستند إلى رواية، واستند إلى كلام عارف من العرفاء، والعارف يستند إلى شعر مجنون ليلى
الذي يقول فيه مضمونه أنه لا نسلم على ليلى لأنها فوق السلام، بل نسلم على جيران ليلى. وهذا يعني هذا العرق أو هذا الدم الأصولي الذي يشطح به أو تزل قدم كل من يميل شيئا ما إلى الأصوليين، ترك كلام أهل البيت ومال إلى كلام إنسان غير معصوم ولا كلام شاعر غير معصوم وغير موالي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي حال لا أريد أن أطيل عليكم المقام، هذا الكلام مرة وبينت لكم بعض النقاط في الحلقة الماضية. هذه الحلقة أريد أن أبين، وفي هذا المقطع أريد أنهي الحديث عن الفرقة الشيخية وعن هذه الطائفة، لكن أبين فرق هذه الفرقة وهذه الطائفة، هم فرقهم عن الأصوليين وفرقهم عن الإخباريين. أبدأ وأقول، وإن كان أشرت إلى هذا الموضوع في الحلقات الماضية، لكن أبدأ من هنا أقول الشيخية جانبان ينظرون، جانب للاعتقاد وجانب للأحكام، يعني على تسميات أهل الأصول، أصول الدين وفروع الدين. في جانب الاعتقاد فهم إخبارية بحتة، ينقلون روايات أهل البيت دون أن ينظروا إلى سند من أسانيدها، ولا يناقشون سند، كما موجود في زيارة وشرح زيارة الجامعة الكبيرة وتقريبا في كتبهم الأخرى. وبالذات الشيخ الإحسائي في شرح هذا واضح هذه السمة، لا يذكر أي سند ولا يناقش في سند الروايات المختصة بالاعتقاد أبدا، لا ينظر إلى خلاف الأصوليين وخلافا لبعض الإخباريين الذين شطحوا أيضا، إما مجاملة إما خوفا ما أعرف، مسايرة ما أدري. أيضا في بعض الأحيان الإخباريين، بعض الإخباريين يصنفون الأحاديث، هذا ضعيف وهذا قوي، هذا صحيح هذا كذا، هذا موثق هذا كذا، وذكرت سابقا هذا الموضوع. على أي حال، فالشيخية والشيخ الإحسائي في الاعتقاد إخباري بحت، علاوة على كونه إخباري وهو فضائلي، هذه الفرقة فضائلية، يعني يعتنون بفضائل أمير المؤمنين وفضائل أهل بيته الطاهرين كثيرا، وليس فقط يعتمدون ويعتنون، لا، يتعمقون أيضا، هذه الصفة موجودة عند الشيخية، يتعمقون كثيرا في فضائل أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. التعمق من أين؟ على طريق أهل المعرفة، أهل الحكمة المتعالية، على طريقة أهل الفلسفة، لأنه درس ودرس الفلسفة والحكمة المتعالية والعرفان الشيخ الإحسائي وكذلك تلامذته وأتباعه، ويسلمون لجميع الروايات. طبعا التسليم للروايات، وأضف التعمق في روايات أهل البيت بخصوص الاعتقاد وبالذات بخصوص فضائل أمير المؤمنين، يجعل هذا المتعمق المسلم لروايات أهل البيت عليه أن يدفع ضريبة، كما دفعها الإخباريون وحاربهم الأصوليون وقتلوا بعضهم وكفروهم وفسقوهم، الشيخية أيضا دفعوا نفس هذه الضريبة لتعمقهم في فضائل أهل البيت، لتسليمهم لروايات أهل البيت، واستخراج فضائل خافية بالظاهر من خلال روايات وأحاديث وزيارات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، جعلهم يكفرون من قبل سائر الفقهاء من الأصوليين، مع أنه الأصوليون يعتبرون الشيخ الإحسائي منهم، من الأصوليين كما ذكرت لكم سابقا. في هذا المقطع أريد أن أذكر لكم مثال حتى
استمر في حديثي، هذا جانب الاعتقاد، التسليم لروايات أهل البيت والتعمق في فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذي جعلهم أن يدفعوا الضريبة بالتكفير كما نقلت لكم. كفروا الشيخ الإحسائي من قزوين، وجاء التكفير إلى كربلاء وإلى النجف وإلى تقريبا كل البلاد الشيعية. أريد أن أقول لكم حادثة أيضا عن الشيخية وتكفيرهم من كتاب اسمه أدوار علم الفقه وأطواره لعالم نجفي معاصر، وهو الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء. ولد وعاش وتوفي في مدينة النجف الأشرف، وقبر هناك قبل ما يقارب 3 عقود. كتابه هذا يذكر فيه عن تاريخ النجف وتاريخ الفقهاء وبعض المجريات التي حدثت في مدينة النجف الأشرف. كتابه هذه نسخة أنا استنسختها، المطلب الذي أريده من كتابه الذي اسمه علم الفقه، أدوار علم الفقه وأطواره، صفحة 255 إلى 256، فقرة بعنوان فتنة الشيخية. سأقرأ لكم بسرعة وأنتم ستفهمون أمور كثيرة من هذه الحادثة، علاوة على تكفير الشيخية لتعمقهم في فضائل أمير المؤمنين، أمور أخرى سنستفاد من هذا النقل التاريخي. يقول الشيخ علي كاشف الغطاء ابن الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء، يقول: وفي هذا الدور ظهرت فتنة الشيخية، الفرقة المسمات بالكشفية، وإليك ملخص ما جاء في كتاب العبقات. كتاب العبقات، العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء كتبه. الجعفرية هنا المراد يعني جده الشيخ جعفر الكبير، يتحدث عن طبقات أبناء الذين أصبحوا فقهاء في هذا الكتاب. هذا الشيخ ينقل عن الشيخ محمد حسين من كتابه العبقات، قال إليكم ملخص ما جاء في كتاب العبقات. إن جماعة من فضلاء النجف، أقرأ بسرعة، إن جماعة من فضلاء النجف عثروا على بعض رسائل للسيد كاظم الرشتي القاطن في كربلاء، ساكن في كربلاء، فرأوا فيها ما يستنكرونه ويرونه من الكفر والضلال، فاجتمعوا وكان رئيسهم الشيخ موسى ابن الشيخ عيسى ابن الشيخ خضر رحمه الله، كما مكتوب أقرأ. اجتمعوا، راحوا لوين؟ إلى الشيخ علي، وكلموا الشيخ علي رحمه الله ابن الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء. كلموه في ماذا؟ في الحكم بكفر السيد كاظم، فأبى وامتنع. شافوا رسائل السيد كاظم وحسوا فيها الكفر والضلال، جاءوا لشيخ علي حتى يحكم، شيخ علي ابن شيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، حتى يحكم بكفره. قال: فأبى وامتنع، فلما آيسوا منه ذهبوا لصاحب الجواهر، لأنه الشيخ أحمد الإحسائي تلميذ من تلامذة الشيخ صاحب الجواهر وتلميذ من تلامذة الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير. الآن الحديث عن السيد كاظم تلميذ الشيخ الإحسائي. فلما آيسوا منه ذهبوا لصاحب الجواهر الشيخ محمد حسن رحمه الله، فأطلعوه على رسائل السيد كاظم المذكور، وطلبوا منه الحكم بكفره،
فقال صاحب الجواهر رحمه الله: إن حكمي لا يفيد وحدي مع وجود الشيخ علي كاشف الغطاء. يعني أول روحوا أخذوا التكفير من الشيخ علي، بعدين أنا أصدركم وأفتيكم بالتكفير. فذهبوا إلى الشيخ علي وقالوا له: إذا حكم الشيخ محمد حسن، يعني صاحب الجواهر، فما أنت صانع؟ فقال: لا أبطل حكمه. فحكم الشيخ محمد حسن قدس سره، شيخ حسن محمد حسن يعني صاحب الجواهر، فحكم الشيخ محمد حسن قدس سره بكفر السيد كاظم ومن اتبعه، وأحرق أو وأحرق وأحرق أو وأحرق جميع رسائله، كل كتب السيد كاظم رشدي حرقوها بعد انتزاع الآيات والأحاديث والأسماء الشريفة منه. وأمر، هنا النكتة ريد اللطيفة إذاك تدقق وياي، وأمر منه صاحب الجواهر شيخ محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام، وأمر بأن تمحى من زيارة الأمير عليه السلام الزيارة المسمات بشيشوم داخل قوسين. شيشوم كلمة فارسية، شيشوم يعني السادسة، ظاهرا يشير، وما يبين، يشير إلى الزيارة السادسة الموجودة في كتاب مفاتيح الجنان. واضح كتاب مفاتيح الجنان النسخة الأصلية شيخ عباس القمي كتبها بالفارسي، بعد ذلك عربت، ففي تلك الأزمان كانت الرسالة أو كان الكتاب أو غير كتاب مفاتيح الجنان، هذه الزيارة موسومة بالزيارة السادسة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال العبارة اللي تستحق الالتفات: أمر الشيخ صاحب جواهر بأن تمحى من زيارة الأمير عليه السلام الزيارة المسمات بشيشوم يعني السادسة بعض الفقرات الموهمة بالربوبية للأمير عليه السلام. وبأي حق إذا كان نص معصومي ورواية، بأي حق تمحى عبارات أنت لا تقبلها؟ هذا مسلك الأصول، يطبقون الروايات بحسب ما يفهموه هم، وما لا يفهموه يضربوه عرض الجدار، لا يحرفونه، هذا تحريف. مثل ايش يقول؟ كفقرتي: السلام عليك يا منزل المن والسلوى. تعرفون المن والسلوى، هذه من الآيات المخصوصة التي نزلت على بني إسرائيل ومذكورة أكثر من مرة في القرآن، منها هذه الآية في سورة طه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. من الذي نزل عليهم؟ بحسب الزيارة السادسة تقول: السلام عليك يا منزل المن، يعني أمير المؤمنين أنزل عليهم المن والسلوى. وقبل إنزال المن والسلوى ماذا قال؟ أنجيناكم من عدوكم. من نجاهم؟ الذي أنزل عليهم المن والسلوى. وواعدناكم، وعدكم من؟ يعني أمير المؤمنين، هو الذي الحديث عن واحد، عن شخص واحد. فالجماعة حرفوا الزيارة وتلاعبوا بها، وهذه الزيارة الآن حتى مصدرها الأصلي مزار ابن المشهدي هذه العبارة غير موجودة فيه. على أي حال يقول: كفقرة السلام عليك يا منزل المن والسلوى وغيرها. ظاهرا أكو زيارات أخرى مروية، وهذه الزيارة السادسة مروية عن الإمام الصادق، يرويها لنا صفوان الجمار، راجعوا كتاب مفاتيح الجنان، وهذه هذا مفاتيح الجنان، وهذه الزيارة السادسة
اللي أولها السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا صفوة، يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام علي على من اصطفاه الله واختصه واختاره من بريته، السلام عليك يا خليل الله، ما دجى الليل وغسق وأضاء النهار وأشرق. فالزيارة كلش حلوة كلش جميلة، عبارات كلها من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى أن تصل قال وفرضوا، بلي قال السلام على من أيده الله بجبرائيل وأعانه بميكائيل وأزلفه في الدارين وحباه بكل ما تقر به العين، وصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وعلى أولاده المنتجبين وعلى الأئمة الراشدين الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وفرضوا علينا الصلوات. فرضوا علينا، طبعا في المتن الأصلي والنص الأصلي ربما هذا متلاعب به، فرضوا لنا الصلوات في مزار ابن المشهدي. تلاعبوا بكثير من الروايات التي تخص فضائل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وسمعت هنا الشيخ كاشف الغطاء ينقل لنا هذا، عبارات جدا جميلة موجودة في هذه الزيارة. قال أتمم لكم، قال وأمر بأن تمحى من زيارة الأمير عليه السلام الزيارة المسمى بشيشم بعض الفقرات الموهمة بالربوبية، وأنت يا همالتك، للأمير عليه السلام كفقرة السلام عليك يا منزل المن وسلوى. هي هاي مشكلة الاجتهاد، يتصور هو صاحب الدين وكل ما يفهمه هو من الدين لابد البقية يفهموه، ولا بد يكون هو هذا عند الله. أنت نائب عن الله، أنت صاحب هذا الدين، من الذي أذن لك أن تحذف هذه العبارات من زيارات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال وغيرهما مما ظاهره الغلو، ظاهره الغلو، خايف الناس تصير مغالين حتى يتلاعب بروايات أهل البيت بنصوص الزيارات. وكان امتناع الشيخ علي عن الحكم، الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر حكم وتلاعب، وأما الشيخ علي امتنع الشيخ علي عن الحكم بكفره أوجب عدم قتله، لأنه الشيخ علي ما كفره الناس ما قتلوا، فضلاء الحوزة ما راحوا يقتلوا، مثل ما قتل المرزا الإخباري بفتوى الشيخ موسى كاشف الغطاء ابن الشيخ جعفر الكبير. قال المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء حدثني السيد جعفر جلال وكان من الملازمين للشيخ علي كاشف الغطاء إني كنت في أثناء هيجان الفتنة المذكورة عند الشيخ علي المذكور، فبينما نحن جالسون إذ دخل علينا حسن آغا ابن صادق آغا، وكان من أعاظم رؤساء الشيعة وذا ثروة مشهورة، صاحب ثروة بعد، وبعد أن استقر به المجلس خاطب الشيخ علي رحمه الله فقال له يا مولاي جئتك في أمر مهم. فقال رحمه الله يعني الشيخ علي لا أهمك الله، وما هو؟ فقال أنا حيران في أمر السيد كاظم الرشدي، وما تكليفنا معه؟ فبعضكم يكفره وبعضكم يؤيده وبعضكم يسكت عنه. فقال الشيخ علي رحمه الله أنا مع القسم الثالث، يعني الذين يسكتون ساكتين عنه، لا مكفر ولا مؤيده. فخرج على حيرة يجر رجليه بعد أن لثم يد الشيخ وقدميه، واتفق أن سافر المرحوم الشيخ علي كاشف الغطاء لكربلاء في موسم أحد الزيارات، وكان المرحوم صاحب الجواهر قد جاء إلى كربلاء، فجمع السيد سعيد ثابت كليدار كربلاء وحاكمها، كليدار وحاكم كربلاء في ذاك الزمان،
جمع علما جمع سيد سعيد ثابت في دار كربلاء، قال بين الشيخ علي رحمه الله والشيخ صاحب الجواهر رحمه الله مع السيد كاظم الرشدي، ثلاثة جمعهم في مكان واحد. وين؟ في الصحن الحسيني. ووقف السيد سعيد هذا الكليدار وبيده سيف مسلول، وقال لهم بيني وبين السيد كاظم هذا المجلس، فإن حكمتم بكفره ضربت عنقه فعلا وأخمدت ثائرة هذه الفتنة. لأن فعلا صارت فتنة كبيرة في مخصوصا في مدينة كربلاء، وأخمدت ثائرة، وأريد أذكر لك الفتنة هي شين يعني لأن وقت يحتاج كثير، وأخمدت أقتل السيد كاظم وخلص الفتنة، اعطوني حكم هذا كافر لو لا. قال فإن حكمتم بكفره ضربت عنقه فعلا وأخمدت ثائرة هذه الفتنة، وإلا ضربت عنق من يتكلم عليه. إذا كافر قولوا له سأقتله، وإذا مو كافر يا أهل اللي يحكي عليه ترى أقتله، معناه هذا. فقال الشيخ علي، شيخ علي كاشف العطاء، للسيد سعيد من المحاكم؟ المتى يتحاكم؟ ومن الحكم؟ فقال له أنت المحاكم، أو أنت المحاكم، وأنت المحاكم أو المحاكم والحكم. فقال الشيخ علي رحمه الله، خلاه حكم بالنص، فقال الشيخ علي رحمه الله للشيخ محمد حسن صاحب الجواهر رحمه الله سله، يعني اسأل السيد كاظم، سله عما في نفسك منه. فقال الشيخ حسن يعني صاحب الجواهر للسيد كاظم أسألك عن فقرتين في رسائلك صريحة في الكفر، وهي هذه، وأخرج رسالة كانت تحت ردائه وفتحها، فناقش السيد كاظم في دلالتهما على الكفر، فلما سمع الشيخ علي ذلك نفض ثيابه وقام والتفت إلى السيد سعيد، يعني ما ثبت الكفر، نفض ثيابه وقام والتفت إلى السيد سعيد وقال له يا سيد سعيد الحدود تدرأ بالشبهات، وحفظ النفوس في شرعنا من أهم الواجبات. ما قدر الشيخ صاحب الجواهر يثبت كفر سيد كاظم الرشدي وهو جالس أمامه. الواضح في الرسالة يقولون كافر وضال، لأنهم يعتمدون التعمق في فضائل أهل البيت وفضائل أمير المؤمنين ويركزون على هذا الجانب، والجماعة يتصورون هذا كفر وهذا ضلال، ولهذا ذهبوا إلى مثل ما سمعت إلى الزيارات وحذفوا منها بعض العبارات، يقولون الموهمة، أنت تتوهم، أنت ما تفهم شو معنى الربوبية. فهذه الضريبة يدفعها كل من يسلم لأحاديث أهل البيت ويتعمق في فضلهم ومقاماتهم، ومنهم الشيخية. أنا ما أريد أن أمدح الشيخية ولا أميل إليهم، ولكن هذا واقع مفروض وموجود، هذا تاريخ، وهذا تاريخ الأصوليين. على أي حال، هذا الجانب الاعتقادي، فهم إخبارية بحتة ومتعمقين في فضائل أمير المؤمنين لحد ما يتوهم الجماعة بأنهم كفار وضلال. طيب، هذا جانب الاعتقاد. جانب الفروع أو الأحكام الشرعية، نأتي إلى الأحكام الشرعية. الشيخية ما هم؟
في الأحكام الشرعية. الشيخية في الأحكام الشرعية ظاهرا يدعون نحن كالأصوليين. الأصوليون أهل الاجتهاد يقولون هناك عندنا أربعة أدلة للاستنباط، هذا ما يقولوهم. الأربعة أدلة: الكتاب يعني القرآن، السنة، العقل، الإجماع. الشيخية أيضا يقولون بهذه الأدلة الأربعة، ويضيفون في طيات بحوثهم وكلامهم يضيفون أمور أخرى. لكن أريدك تلتفت، هم يقولون نحن أهل تعمق في روايات أهل البيت، وحتى تعمق في روايات الأحكام الشرعية، ويقولون أن هذه الأحكام الشرعية لها باطن ولها ظاهر. الذي يأخذ بظاهر الأحكام فقط وبظاهر روايات الأحكام هذا ضال، دين ناقص يسمونه، والذي يأخذ بباطن الروايات فقط هذا ضال، يقولون متصوفة. فعلينا، يقولون، أن نجمع بين الظاهر والباطن، يقولون نحن نجمع بين الظاهر والباطن. باطن الأحكام ما هي؟ هم يقولون باطن الأحكام الشرعية، يقولون باطن الأحكام الشرعية فضائل أمير المؤمنين وفضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا خلاصة ما يبحثونه. زين، يبقى أيها الشيخية، إذن كيف تستندون إلى الأدلة التي استند إليها الأصوليون؟ وعلى قولكم أنتم هؤلاء قشوريون، فقد ذهبوا إلى ظاهر الأحكام الشرعية، وهؤلاء أنتم تقولون نحن مسلمون لروايات أهل البيت ونتعمق فيها. هؤلاء ضربوا روايات لأهل البيت عرض الجدار عن طريق علم الرجال، ودمروا روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنتم ماذا تقولون؟ يقولون نحن نختلف عن الأصوليين في فهم الأدلة الأربعة. كيف يختلفون؟ الكتاب واضح، القرآن. طبعا الإخباريون قولتنا ذابحيها على قبلة، يقولون فقط نتمسك بروايات أهل البيت وانتهى، سموا بالإخباريين. الشيخية يقولون نحن نعتمد الأدلة الأربعة، وعدنا تفسير وعدنا إضافات على هذه الأدلة الأربعة. أنا جاي أبين الفارق بين الشيخية والأصولية والشيخية والأخبارية. الكتاب والسنة متفقين عليه، طبعا هو بحسب روايات أهل البيت، ما عدنا السنة. السنة هذه التسمية جاءت إلينا، أهل الأصول جاءوا بها من مخالفي أهل البيت. النبي بحسب رواياتنا قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، الكتاب والعترة. ولكن الجماعة يميلون إلى مخالفي أهل البيت على يعني. أريد أن نناقش هذه القضية. قالوا الكتاب والسنة. الشيخية هم يأخذون بالكتاب والسنة. عندما يأتون إلى محل الخلاف، الإخباريين ما عندهم مانع بالكتاب وبالقرآن، لكن هنا تأتي إلى الإجماع وإلى العقل. الإجماع هم جاءونا به من أبناء العامة، وإن كان هناك رواياتهم تفهم من الأئمة، لكن غير الذي يفهمه الأصوليون. الأصوليون عن الإجماع ماذا يقولون؟ يقول إذا كان فقهاء الطائفة مجمعين على رأي واحد، فتوى واحدة، هذا دليل عندنا، بعد ماكو حاجة لا رواية ولا شيء آخر، انتهى.
إجماع الفقهاء. الشيخين ماذا يقولون؟ يقولون لا، رأي الفقيه ورأي الفقهاء، هؤلاء يصدرون حكم من عند أنفسهم، فتوى من عند أنفسهم. إذا لم يكن هذا الإجماع مستند إلى رواية صحيحة هذا الإجماع غير صحيح. فايش يقولون بعبارة أخرى؟ يقولون الإجماع المستند إلى المعصوم وإلى الإمام هذا صحيح، قبله كدليل. فرجعوا وين؟ إلى الرواية. يقولون إلى الإمام. وطبعا هناك فهم آخر للإجماع عندهم، لأنه مو دائما هناك استناد الإجماع إلى رواية صحيحة. إذا ما أكو رواية بهذا الخصوص وما أكو إجماع، وأكو إجماع وما أكو رواية، ماذا تصنع؟ من أين تعرف رأي الإمام؟ فرد حالات تشبه حالات الكشف الموجود عند الصوفية. الكشف ما هو؟ أشبه بالوحي يكون في القلب أو بالنظر أو عند المنام، ينام يرى أشياء يصبح يفتي بها، هذا عند الصوفية. الشيخية فالشيء من هذا القبيل عندهم أوضحه، أحاول أن أوضحه في بقية كلامي. فالإجماع يقولون نقبله إذا كان مستند إلى رواية صحيحة، اختلفوا شيئا ما عن الأصولية. العقل، الأصوليون يقولون العقل عقل المجتهد. إذا مسألة ما عندنا رواية بها، يعني طبعا ما أكو رواية مسألة لا ما عندنا رواية بها، لكن بما أنه يستخدمون علم الرجال فيسقطون نسبة جدا قوية 80-90% ربما بعض الأصوليين يسقطون ويضربون برواية أهل البيت عرض الجدار، فطبعا راح يصير عندهم نقص بالروايات للإفتاء. فإذا ما أكو رواية وما أكو إجماع شو يسوي الفقيه؟ يفتي من عده عقله. الشيخين ماذا يقولون؟ الشيخين يقولون العقل أحد الأدلة الأربعة في الاستنباط، صحيح، لكن أي عقل؟ يقول مو عقل الفقيه، مو عقل المجتهد، عقل المعصوم، عقل الإمام. زين، شلون راح نعرف عقل الإمام؟ من خلال روايات أهل البيت. إذا ما حصلنا روايات أهل البيت، من خلال التعمق بروايات أهل البيت. كيف تتعمق في روايات أهل البيت؟ روايات الأخرى يميلون إلى قضية الكشف، المنامات، الإلهام وما شاكل. الفقيه عندهم لابد يكون يصل إلى حالات عرفانية كالشيخ الإحسائي، كسيد كاظم الرشدي، كمحمد كريم الكرماني، محمد كريم خان الكرماني، يصل إلى حالة يحصل عنده الكشف، يحصل عنده إلهام، بإمكانه أن يفتي بهذه المعرفة، أشبه بحالات الكشف. فيقولون بالأدلة الأربعة، لكن يفترقون عن الأصوليين في فهم دليلان منهما الإجماع والعقل. إذن فرقهم عن الإخبارية ما هو؟ صار هم أيضا يرجعون إلى الأخبار، إلى الإمام، إلى عقل الإمام، إلى الإجماع، إلى رواية صحيحة يستندون عليها. الإخبارية نفس الشيء، يقولون إذا ما كان رواية صحيحة نلجأ إلى حالة المعرفة اللي عند الفقيه يفتي بها، اللي يسموها تقريبا بالكشف.
هذا الفارق ما بين الشيخية. طبعا فيه تفصيلات أنا أحاول وحاولت أن أختصر، وأرجو أن أكون ما أسأت البيان حتى لا أنتقص من أحد ولا أجني على أحد. فهذا الفارق يكون بين الشيخية والإخبارية، الاختلاف تقريبا إلى في مواضع ما أكو رواية، أو أكو رواية، رواية عامة تحتاج إلى تقييد، تحتاج إلى تبيين، رواية أخرى تبينها تقيدها، يعتمدون إلى حالات المعرفة أو حالات الكشف التي تكون عند فقيههم. هذا فارقهم مع الإخباريين. ومع الأصوليين اتضح عندك الإجماع عندهم مستند إلى رواية صحيحة، والعقل الذين يقولون به عقل المعصوم، هم يرجعون إلى الرواية. زين، هذا ليكون اتهام بخصوص الشيخية والشيخ أحمد الإحسائي، يقول يحتاج إلى كشف أو يحتاج إلى معرفة، وبمعرفته للإمام، لإمام زمانه، لأمير المؤمنين، لأهل البيت، بإمكانه أن يحصل عنده حالات الكشف إما في الصحو وإما في المنام، لكن هم يأكدون على المنام. حتى لا نقول هذا اتهام، سأتيك بشرح الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ أحمد الإحسائي، وفي المقدمة، مقدمة هذا الجزء الأول، وفي المقدمة، المقدمة فيها رسالة الشيخ الإحسائي كتبها لابنه، في الصفحة 9 بحسب هذه الطبعة اللي عندي، طبعة دار المفيد، في مقدمة الطبعة 4، في الرسالة التي كتبها يتحدث فيها عن حياته الشيخ الإحسائي لابنه، قال صفحة 9 آخر الصفحة، قال: وكنت، الشيخ الإحسائي يقول: وكنت في تلك الحال دائما أرى منامات وهي إلهامات، فإني إذا خفي علي شيء رأيت بيانه. خفت علي مسألة، خفى علي شيء، خفى علي علم، رأيت بيانه في المنام أراه. ولو إجمالا، مو بالتفصيل أرى المنام فيه، ولكني إجمالا بالجملة، وليس في الجملة، بالجملة يعني باختصار، في الجملة هناك إطناب وتفصيل، ولكني إذا أتاني بيانه في الطيف وانتبهت ظهرت لي المسألة. شفت بالطيف واستيقظت، المسألة عندي راح تنحل. ظهرت لي المسألة بجميع ما تتوقف عليه من الأدلة، بالجملة هناك اختصار صار. وين النوب؟ هذا الكشف في حالة اليقظة. ظهرت لي المسألة بجميع ما تتوقف عليه من الأدلة، بحيث لا يخفى علي من أحوالها، حتى أنه لو اجتمعت الناس ما أمكنهم يدخلون علي شبهة فيها، وأطلع على جميع أدلتها. لو الناس كلهم يجتمعون يلقون علي شبهات، أنا وفي الصحو في اليقظة تحدث عندي إلهامات، تحدث عندي فهم، بإمكاني أرفع كل الشبهات وكل الإشكالات. قال: حتى لو أن اجتمعت الناس ما أمكنهم يدخلون علي شبهة فيها، وأطلع على جميع أدلتها.
في قلبي راح أفهم كل الأدلة وأجاوبهم عليها. ولو أوردوا علي 1000 مناف، 1000 إشكال، 1000 دليل ينفون ما رأيته، ما ذكرته لهم، و1000 اعتراض، ظهر لي محاملها وأجوبتها بغير تكلف. هذا في اليقظة، لا حديث ولا رواية ولا تفصيل ولا شيء من هذا القبيل. هذا تقريبا يسمونه عندهم الكشف. علاوة على تلك الأدلة أو الأدلة الأربعة أو مضمنة في الأدلة الأربعة، هذا فرق الإحسائية والكشفية أو الشيخية عن الإخباريين وعن الأصوليين. زين، هذا يسمونه تقريبا كشف أهل المعرفة الصوفية ومشاكل أهل الحكمة المتعالية، هذا يسمونه كشف حسب المعطيات التي عندي. مقطع آخر في الصفحة 10، الصفحة اللي بعدها، ذاك شيء ملخص في المنام ويصير عنده مفصل في اليقظة، مسألة حتى لو يردون عليه في اليقظة 1000 إشكال و1000 اعتراض، يقول أنا يحصل عندي الجواب. قسم آخر في صفحة 10 يقول: فلما جاء الليل رأيت مولاي علي بن محمد الهادي عليه السلام، بخصوص شرح هذه الزيارة، رأيت مولاي علي بن محمد الهادي عليه وعلى آبائه السلام، عليه وعلى آبائه الطيبين وأبنائه الطاهرين أفضل الصلاة وأزكى السلام، فشكوت إليه حال الناس على أي حال، إلى أن يقول كلام تكلم مع الإمام الهادي. وأنا راح أذكر لك مقطع الأخير من هذا الكلام، وبعد ذلك أيضا في هذا المنام يشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أقرأ لك النص والتقييم إليك. قال: خل أقرأ لك كل النص، كل ما أريد أختصر ما يصير، شوف المعنى يبقى ناقص. على أي حال، قال: فلما جاء الليل رأيت مولاي علي بن محمد الهادي عليه وعلى آبائه الطيبين وأبنائه الطاهرين أفضل الصلاة وأزكى السلام، فشكوت إليه حال الناس، فقال عليه السلام: اتركهم وامضي فيما أنت فيه، ثم اخرج. ثم أخرج إلي أوراقا على حجم الثمن، يعني ظهرنا حجم ثمن الفلوس الموجود ذاك، الأوراق العملة الورقية، وقال: هذه إجازاتنا 12، 12 إمام احنا منطيك إجازة. هو طريقة الإجازات هماتا ما أدري، أقرأ رواية أو أقرأ النص، يعني هذه مو رواية بعد، هذه رواية منام الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليه. قال: ثم أخرج إلي أوراقا على حجم الثمن، وقال: هذه إجازاتنا 12. فأخذتها وفتحتها، وإذا كل صفحة مصدرة ببسم الله الرحمن الرحيم، وبعد البسملة إجازة واحد منهم، يعني واحد من الأئمة عليهم السلام، وكان مما أمروني به ووعدوني به ووصفوني عليهم السلام به ما لا يصدق بالإجازة. وكان مما أمروني به ووعدوني به في الإجازات ووصفوني عليهم السلام به ما لا يصدق به، أو ما لا يصدق به كل من سمع استعظاما له، وإني لست أهلا له، يعني الأئمة جاي يبالغون وجاي يعطوا أكثر من وزنه، حتى إني قلت للنبي
ظهر النبي موجود صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرؤيا حاضر. حتى إني ما راح أوضح كثيرا أنا، حتى إني قلت للنبي صلى الله عليه وآله من القائل بذلك هذا المدح، من القائل بذلك؟ فقال غير أنا، مو أنا، أنا القائل. فقلت يا سيدي أنت تعرفني وأنا أعرف نفسي، إني لست أهلا لذلك، أنا مو أهل لهذا المدح الموجود. فلأي سبب قلت ذلك؟ ليش هقد مدحتني هذا المديح؟ فقال بغير سبب، ماكو سبب. فقلت بغير سبب؟ فقال نعم، أمرت أن أقول كذا. مأمور يعني مأمور من الله أنا أقول لك هالشكل، أمدحك هذا المدح اللي أنت ما تستحقه. فقال قلت فلأي سبب، فلأي سبب قلت ذلك؟ فقال بغير سبب. النبي قال ماكو سبب. فقلت بغير سبب؟ فقال نعم، أمرت أن أقول كذا. فقلت أمرت أن تقول كذا؟ فقال نعم، وإلى آخر الكلام. إما إلهام بالجملة في المنام، وكل الإشكالات باليقظة تأتي على قلبه ويرد عليها لو كانت ألف. وهذا تقريبا الكشف الذي عندهم يسمى. وإما منام من هذا القبيل، هذا يختلفون تقريبا فيه عن كل الطوائف الشيعية، أو قل على الأقل عن طائفة الأصولية الذين لا يقبلون أصلا بالمنامات ولا حجية للمنام، ويختلفون أيضا عن الطائفة الإخبارية. الإخبارية لا يعتمدون على المنامات في فهم الدين أو فهم العقيدة أو فهم الحكم الشرعي. أنا ما أدري من هذا المنام، من هذه المنامات يفهمون أحكام شرعية أيضا لو لا، ما عندي معطيات كافية عنهم. لكن أنتم وما سمعتم تقول كيف نتعامل مع مثل هذه النصوص ومثل هؤلاء الأشخاص يتحدثون عن أنفسهم بهذه المنامات التي مدحهم رسول الله، مدحه رسول الله ما لا يستحق وبأمر من الله. تقول نرجع إلى روايات أهل البيت، هذا كتاب سليم من أفضل وأعظم الأصول الأربعمائة، لأنه منقول عن أمير المؤمنين وعن رسول الله، أقدم الأصول الحديثية التي عندنا. وعلى خلاف من يقول فهو أكثر اعتمادا من كل الأصول وأكثر اعتبارا، على رغم أنف من لا يقبل. الجزء الثاني من كتاب سليم، الحديث 37، قال سليم، قضية مفصلة. قال سليم فقلت لمحمد، ظاهر محمد بن أبي بكر، من تراه حدث أمير المؤمنين عليه السلام عن هؤلاء الخمسة بما قالوا؟ قضية كأنه خمس نفرات فيما بينهم اتفقوا، أمير المؤمنين أخبرهم بما اتفقوا. فيسأل سليم من محمد بن أبي بكر من الذي حدث أمير المؤمنين الذي عرفه بما جرى بينهم؟ فقال يعني محمد أجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إنه يراه في منامه كل ليلة، كل ليلة أمير المؤمنين يشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديثه إياه في المنام
مثل حديثه إياه في الحياة، يتحدث وياه مع أمير المؤمنين في منامه كأنه حي موجود، وحديثه إياه في المنام مثل حديثه إياه في الحياة واليقظة. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال، الراوي محمد بن بكر عن رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا سليم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي في نوم ولا يقظة ولا بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة. من رآني فقد، رواية معروفة هذه وخبر معروف عن رسول الله، من رآني في المنام فقد رآني، والشيطان لا يتمثل بي ولا يتمثل بأحد من أوصيائي. الشيخ الإحسائي رأى النبي ورأى الإمام الهادي ويرى بقية الأئمة، مناماته حجة تكون أم لا؟ نقول استنادا إلى هذه الرواية وهذا الحديث، مناماته حجة، والباقي عليكم. ماذا تفهمون من هذه الحجية بحسب كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ولكن سأقرأ لكم رواية أخرى أيضا معروفة في كتب أحاديثنا ورواياتنا، هذا كتاب بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه من أصحاب الإمام العسكري، الجزء الثاني بحسب التبويب والتجزئة للشيخ الصفار، الجزء الثامن، باب في الفرق بين الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام ومعرفتهم وصفتهم وأمر المحدث. قال: عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرسول والنبي والمحدث. قال الإمام الباقر: الرسول الذي تأتيه الملائكة ويعاينهم، يعاينهم يعني ينظر لهم، وتبلغه عن الله تبارك وتعالى، هذا الرسول. والنبي الذي يرى في منامه، فما رأى فهو كما رأى، كل ما شاهد في نومه هذا وحي. والمحدث، المحدث بحسب روايات أهل البيت، المراد هنا يعني هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وطبعا هنا المحدث يتحدث الإمام عن نفسه كيف يوحى إليه، كيف يفهم من الله سبحانه وتعالى. والمحدث هذا من باب المدارات، قال: الذي يسمع كلام الملائكة وينقر في أذنه وينكت في قلبه. فالنبي يرى في منامه، والإمام ينكت في قلبه، ينكت في روعه ويسمع كلام الملائكة. الشيخ الإحسائي يقول: أنا أرى في المنام بالجملة المسألة، وبعد ذلك لما أتحدث بها ويعترض علي المعترضون حتى لو ألف معترض، أنا بإمكاني أن أفصل بالأدلة. يا ترى هذا المعنى عرضناه على هاتين الروايتين يتطابقان أم لا؟ الأمر إليكم. بينا الفرق باختصار وبعجالة، وأسأل الله أن يكون ما قصرت في حق أي من الطوائف التي ذكرتها، وما انتقصت من أحد منهم، أرجو أن أكون قد نقلت بدقة ما موجود عنهم في كتبهم وفي تراجمهم، وهذه الفوارق فيما بينهم وبين الشيخية والأخبارية باختصار.
هذا البيان نرجو فيه ونرجو منه أن يكون خدمة لإمام زماننا، خدمة للموالين لمولاي صاحب الأمر والزمان، لنزداد معرفة بدين الإمام وبدين أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لنعرف أي طريق نسلك. يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.